مواضيع كتير مهمة جدا في مصر بنشوفها وبنلمسها، سواء كانت من شبكة الطرق أو من الأنفاق والكباري اللي موجودة في كل مصر. ولكن هنا في محافظة بورسعيد في مشروع مهم جدا، هو مشروع التأمين الصحي، انطلق منذ أكتر من سنة وشهور قليلة. كل يوم في محافظة بورسعيد المواطنين بيشعروا بخدمات جديدة وكبيرة بتتقدم هنا في التأمين الصحي، وكمان هيئة الرعاية الصحية بتوفر خدمات كتيرة وبتحاول إن هي كمان تدخلها في كل مستشفيات بورسعيد. هنا في مستشفى النصر التخصصي للأطفال في وحدة جديدة اتفتحت، وحدة الغسيل الكلوي للأطفال. هنشوف النهاردة القصة بدأت منين وانتهت فين. أنا معايا هنا الدكتورة رانيا الشال، هي مدير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد. هتقول لي بقى الحكاية بدأت إزاي والتجهيزات جت إزاي. دكتور أنا برحب بحضرتك على شاشة MBC مصر، وكمان بقول لحضرتك يعني الدنيا بدأت ازاي؟ انا عارف ان الوحدة دي لسه الاسبوع اللي فات، بس قولي لي التجهيزات اخدت قد ايه؟ الرجالة بقى والممرضات والدكاترة عددهم قد ايه مع حضرتك؟ قولي لي الدنيا ماشية هنا ازاي؟ برحب بحضرتك في وحدة الكلى في مستشفى النصر. الموضوع بدأ من حوالي 3 شهور، ان احنا بدأنا خلاص هنجهز لوحدة الكلى الاطفال في مستشفى النصر. انت عارف ان دي حاجة كويسة جدا، لان عددهم اصلا وحدات الكلى الاطفال قليلة في مصر عموما، كان لازم في التأمين الصحي الشامل يكون عندنا حاجة زي كده. بدأنا بالتجهيز طبعا، بتجهيز الوحدة من أجهزة ومحطة المية وكل المستلزمات اللي محتاجها المحطة، وما فيهم كمان تدريب الأطباء والتمريض على غسيل الكلى. التعامل النفسي مع الأطفال، أنتوا بتتعاملوا إزاي نفسيا؟ فكرة أن الطفل يتقبل فكرة الغسيل الكلوي، بتتعاملوا إزاي؟ في البداية خالص إن إحنا من أول ما الطفل بيجي الصبح بنسهل إجراءات الدخول المستشفى الصبح. تاني حاجة الأطفال بيطلع عندنا القسم، بيطلعوا معانا يلعبوا في الكيدز اريا بره، ممكن يتصور معاهم صور الصبح. بعد كده بيتم الدخول الوحده، بنقيم الاطفال اكلينيكيا بالعلامات الحيويه بتاعتهم، واحيانا برضو بيكون موجود في اوقات الغسيل سكتشات، رسم الوان، كلام من ده، وبعد كده بيصوروا على في الاجهزه، وبرضو احيانا بيكون موجود تلفزيون شغال معاهم عشان ايه، برضو نوع من انواع الترفيه وكده. دكتور يعني انا اللي عرفت ان حضرتك ابن من ابناء محافظه بورسعيد وكمان دكتور اطفال، فبتشوف ازاي الخدمه دي وهي بتقدم للاطفال ومعاناه الاطفال. سمعت ان هم كانوا بيسافروا المنصوره وبيرجعوا منها، بتشوف ازاي ده حضرتك؟ بس احنا قعدنا شهر بنروح المنصوره، بنسافر كل اسبوع، فعبء جدا على الاطفال ان هم كانوا بيسافروا 3 مرات في الاسبوع. دلوقتي الحمد لله هو بينزل من بيته يجي على المستشفى في 10 دقائق ربع ساعه، انت عارف بورسعيد صغيره يعني، وياخد الجلسه بتاعته ويرجع يكمل حياته طبيعيه جدا، بدل ما كان بيسافر 3 مرات في الاسبوع. فطبعا ده انجاز عظيم جدا بالنسبه للاطفال دي، وانا سعيد جدا جدا ليهم، يعني سعيد جدا ليهم ان في دلوقتي خدمه تقدر تتقدم لده، وان شاء الله هيبقى في توسع جدا عندنا ان شاء الله، بحيث لو في اطفال جديده تيجي تغسل عندنا برضو الخدمه ان شاء الله تكون موجوده. محمد قول لي الاول، انت هنا الناس بتعاملك ازاي؟ والدكاتره بيتكلموا معاك ازاي؟ وزملاتك دول شايفهم عمالين يعني ينخشوا فيك من اول ما انت دخلت؟ هو الدكاتره حلوين والله، بيعملون حلو، والمس برضو بتعملني حلو، مس ايمان، مس فاطمه، ومستر احمد، وبلعب برضو بره كتير، بستحمل الجلسه كويس الحمد لله. كويسين معاك يعني، بيتعاملوا معاكي كويس لما بتطلبي حاجه وانت قاعده في الجلسه بيعملوها لك لو في حاجه مضايقاكي او تعباكي؟ اه بيعملوه. وكمان اصلا لما اهبط يعني لما اهبط بيدوني ملح كمان من غير ما اقول له، بيسوي الضغط لوحده. قولي لي انت كنت بتروحي المنصوره؟ طب ايه الفرق بقى بين هنا وبين المنصوره؟ الفرق ان المنصوره مشوار وهنا اسهل، لان بيوتنا جنب المستشفى. عم سعيد انا عايز اعرف من حضرتك الفرق ما بين التواجد، او ان كنت بتاخد حضرتك بنتك لمحافظه او مدينه المنصوره، وان الوحده تم افتتاحها وموجوده هنا في محافظه بورسعيد. احنا هنتكلم في شقين، شق المنصوره وشق بورسعيد. بالنسبه للمنصوره كان في ارهاق وتعب على الطفل وعلى الاسره من ناحيه المواصلات، ومن ناحيه وحده الغسيل الكلوي اللي هناك اثناء الغسله، بعد الغسله وقبل الغسله، وبعد ما نغسل المشقه في المعوده صعبه جدا، لان طفل الغسيل الكلوي بيتعب جدا جدا بعد اداء الجلسه. اما بالنسبه بقى لمدينه بورسعيد هنا، احنا شفنا معامله وشفنا يعني نقدر نقول خدمه مش موجوده عند اي حد غير في مدينه بورسعيد او في مستشفى نصر. بالنسبه للرعايه، بالنسبه لوقت الجلسات، بالنسبه للدكاتره، بالنسبه للصف التمرين. ازاي التعامل بيتم مع حضرتك وانت بتنتظري هنا مروه وبتفضل؟ هنا ما فيش كلام، هنا 10 على 10، وساعه ما بندخل من اول الامن لغايه ما نطلع فوق
كويسين وبيلعبوا مع الأطفال، والدكاترة بكلمونا بطريقة كويسة، والتمريض برضو كويس، وكل حاجة هنا 10/10. دكتور، عايز أعرف من حضرتك شايف إزاي وجود وحدة الغسيل الكلوي للأطفال؟ وأنا سمع كمان يعني الناس كانت بتعاني معاناة كبيرة جدا في الذهاب إلى مدينة المنصورة، وهم كمان هنا مطمنين، شايفين إن اللي جنب بيتهم، وكمان الخدمة هنا بيشكروا في الناس سواء كانوا ممرضين أو دكاترة. وجهة نظر حضرتك الخدمة دي بتقدم في المستشفى اللي حضرتك مديرها؟ أولا أنا برحب بحضراتكم في محافظة بورسعيد وفي مستشفى النصر التابع لهيئة الرعاية الصحية. هو منذ انطلاق المشروع في 7/2019 كلفنا من معالي الوزيرة بالخدمات الطبية والخريطة الطبية للمحافظة. مستشفى النصر كان لها نصيب بالأسد طبعا في الخدمات الطبية ذات الجودة العالية والفائقة، واللي هي لأول مرة تقدم من خلال هيئة الرعاية ومشروع التأمين الصحي الشامل. في خلال 30 يوم بالضبط تم تجهيز الوحدة وتركيب محطة المياه وعمل الاختبارات اللازمة وتدريب الفريق الطبي من أطباء وتمريض في المنصورة. وبالفعل الحمد لله نجحنا في وقت قصير جدا ان احنا نخلص الوحدة ونعملها. بدأنا غسيل ده ثالث أسبوع أو رابع أسبوع للوحدة. الحمد لله الموضوع ماشي بنجاح، الأطفال بيغسلوا بشكل كويس ومنتظم، راضين عن الخدمة بنسبة 100%. إن شاء الله الفترة اللي جاية على حسب التكليفات معالي الوزيرة والدكتور أحمد سوق رئيس الهيئة استحداث خدمات جديدة لمنتفع منظومة التأمين الصحي الشامل. مع الوقت إن شاء الله نقدر نكسب ثقة الناس ونمد جسر الثقة بيننا وبينهم، وإن شاء الله في الفترة الجاية تبقى في نسبة رضا أحسن من كده بكتير. أنا اللي سعيد بحضرتك. شكرا لك. شكرا للدكتور قطب السيد مدير مستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد. كنا في جولة النهاردة بنتكلم فيها عن كل ما يخص وحدة الغسيل الكلوي اللي تم افتتاحها يعني منذ أيام في محافظة بورسعيد. الجولة دي شفنا فيها كمان التعامل ازاي من الموردين من الدكاترة، حالة اللي موجودة هنا في وحدة الغسيل الكلوي للأطفال، ودي بتبقى صعبة شوية عشان انت تقدم خدمة طبية للأطفال. احنا نتمنى لهم الشفاء ان شاء الله على القريب العاجل، ونتمنى كمان ان احنا ان شاء الله كل الناس تتفاعل مع خدمات هيئة الرعاية الصحية اللي بتقدم في التأمين الصحي الشامل لأبناء محافظة بورسعيد. أشكركم شكرا جزيلا ونعود مرة تانية للاستوديو.